في ارض الجولف. مساء الخير على حضراتكم مشاهدي ومتابعي موقع مصراوي، احنا ما زلنا متواصلين مع حضراتكم بشان تغطيه حادث انهيار عقار ارض الجولف اللي هو في منطقه مدينه نصر. يعني الان قوات الحمايه المدنيه تبحث عن ضحايا جديده في من ضحايا العقار الذي وقع يعني ظهر امس على سكانه، وحتى الان يعني تم انتشار جثتين وانقاذ 2 من المصابين سيدات. طبعا قوات الحمايه المدنيه عززت بتعديد من دفعت به 2 رودر و2 حفارات، بالاضافه الى استعانت بكلاب بوليسيه للبحث عن الناجين او بعض الاسئله المتروضه على مش في حضراتكم يعني طبعا العقار الذي يعني انهار ظهر امس، يعني راح ضحايا يعني حتى الآن سيدتين في العقد الـ60، سيدة تدعى إيفن نديم وهي تبلغ يعني من العمر 61 عاما، كانت تعيش يعني بمفردها، وفتاة من دولة أفريقية تدعى مريم تبلغ من العمر يعني 24 عاما. تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى هليوبلس العام طبعا لحين إجراء تصريح دفنهم من قبل النيابة العامة، فيما أنقذت القوات أيضا سيدة تدعى شيرين وإيمان طبعا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقيهم العلاج اللازم. زي ما شايفين حضراتكم يعني الآن قوات الإنقاذ بتبحث عن ضحية جديدة بعدما استعانت بكلاب بوليسي لتحديد مكان وهوية الجثة من أسفل الأنقاض. طبعا زي ما شفنا حضراتكم منطقة أرض الجولف تحولت إلى يعني حسب يعني أحد شهود العيان وجيران لازم ابلغ عن احد جيران المتوفين قال ان السيده دي يعني كانت تعيش بمفردها، وان العقار كان في صيدليه ومحل ملابس صغير، وان سبب انهيار العقار كان يعني احد السكان كان بيجري عمليات يعني توسيع في الشقه مما تسبب في انهيار العقار على المواطنين.
خلي بالك ولعت ميت كده والله. بص بص يا معلم انزل كده دلوقتي. حتى الآن يعني تم انتشال ليس فتاة عشرينية وسيدة تبلغ من العمر 60 عام. بعيد أنا آسيا أنا فرعون. Thank you.
مش تراكم بحث عن يعني ضحايا او ناجين ما زال مستمر حتى الان، يعني لمدة 24 ساعة تواصل فيها قوات الانقاذ تنبري في عمليات البحث المستمرة يعني عن حضراتكم يعني الواقع هنا مأساوي بالنسبة للمنطقة. تم فصل يعني كهرباء والمياه عن المنطقة بالكامل.